زملكاوي من قبل ما تتجوز بنت الكابتن عماد ولا انا زملكاوي من يوم ما اتولدت، انا ابويا زملكاوي وجدي زملكاوي، العيله كلها عندنا ما شاء الله. ما عنديش حد حتى جوز بنتي الوسطانيه زملكاوي بعيلته اللي هو البربير، وجوز بنتي لا اللي هو شريف وابراهيم بعيلته كلها زمان، ما عنديش حد عليها خالص. ثلاثه الاهلاوي عندنا ما بياكلش. انت مستريح بقى جدا. لا لا ده كمان ما بحبش اتفرج معاه، ده فظيع والله. يا نهار ابيض بتتعصب يا اسلام وكده، ده ممكن يكسر الدنيا. والله بحاول يعني، بحاول بقالي سنه كده سنتين اهدى شويه عشان الموضوع بقى صعب يعني، بتعب لا لا بتعب جدا، بحاول اهدى شويه بتعب جدا عشان صحتنا. كابتن عماد تعبك بقى في البيت وكده ولا طارق. يعني لا والله يعني هو هادي بس توقعنا كابتن طارق. لا والله سؤال، ما بتزعلش بنته مثلا يجي يقول لك لا استنى ما يعرفش يزعل حد؟ لا والله طيب جدا. لا والله انا عايز احكي لك حاجه يا طارق، استنى سمسم والنبي، عايز احكي لك حاجه. لما جه يخطب موده اقول اسمها موده يا راجل، ده اسمها جميل قوي. هي جميله كلها موده يعني، لازم هي جميله هي جميله هي جميله. اسمع يا طارق اتفضل. قالوا لي اسلام عايز يجي، قال لك اسلام مين؟ قالوا لي اسلام جمال. يعني انا مش من النوع اللي بتفرج، فضلهم هم هو ضحك عليا كده، قلت لهم لا انا موافق، مش عايز اقعد معاك انا موافق. كنت شفت والله في مسلسل انا شفته بتاع ياسمين بتاع ياسمين عبد العزيز، اسمه ايه؟ اسمه يا اسلام، اسمه يا اسلام. ونحب تاني ليه تاني؟ نحب تاني ليه؟ فكنت اول يعني المسلسل ده كنت بحبه قوي وبتفرج عليه على طول، فقلت له بس انا موافق، مش عايز اقعد معاك انا موافق. ليه بقى قلت ليه كده؟ انا بحبه جدا المسلسل ده جدا. بتحبه في المسلسل؟ طب جداً. يعني طبيعي بقى. قال لي عملت الدور حلو فانا حبيته. عملت الدور حلو خلاص حبه فيه. لا بس عبد المنصف الله يديله الصحه والعافيه، انا قلت له يا منصف، كان منصف معايا في الاتحاد، اسلام جمال جاي يتقدم لبنتي، اسال لي مدام لقاء. طبعا. فسال مدام لقاء، مدام لقاء قالت له كالاتي، معرفش انا حكيت لاسلام ولا لا. انت عارف الكلام ده يا اسلام ولا اول مره تعرفه؟ لا مش عارف والله. قول يا كابتن. قالت لي انسان مؤدب جدا، محترم جدا، يعرف ربنا، سمعته طيبه جدا ما شاء الله. حقيقه يعني ما شاء الله. طبعا هو صاحب كمان جنش وصاحب ابو جبل، صاحب اللي جنب بس مش عارف ليه، لا وشيكا، صاحب شيكا قوي كمان.